جميع سكان أقا الذين قاموا بهذه المسيرة من أجل تخفيف الألم على صديقاتنا وأمها اللتان تعذبت وتألمت كثيرا بطرف المجرمين. وصوت أقانا اليوم بلسان سكانه الأعزاء من أعلى تحياتنا إلى فتاة تدرس معي والتي أشتقنا إليها كثيرا، وكلكم تعرفونها بأخلاقها الكريمة وهي محجوبة إفكري. كلامي سأقوله لك يا محجوبة، وفعي رأسك ديري تبعا من اليوم عبر نواحي أقاق، وافتخري بنفسي فجعلك إذن والله أعلى من كل شيء. أضفت شجاعتك وصفرتي التي قمت بإخباري بعض الأساتذة بما حدث، تحققت العدالة ودرجنا بالطغاة في أعماق السجون. أنادي وأقول أنك شقيقتي أنا شخصيا داخل القسم وخارجه، أقف هنا بجانبك ونحن دائما معك. أمر أن تتخطى هذه المحنة وتكذبي ببالك على التفكير لأننا سنتخلى عنك، ونرجو منك يا محجوب أن تنسي الماضي وتنسي حياتك معنا ابتداء من الآن. تحياني ضاريا للجميع.